جئنا هنا تطوعا لمهرجان كسوة عيد الفطر المبارك. بس هري الجاجاهو بمؤسسية تطوع لارو بيت من الرجوان المغا بيت من الرجاء جهزارو فرضان فرطندان أحذية خمشي كامل تجهيزات وأهم شيء بزي جورد غمز برضا بيت من الرجوان ده كيف أهم شيء بيت من الرجوان المغت جاي نشوف الايتام الحمد لله والشكر من يطلعون من المؤسسة اليتيم الخيرية يطلعون فرحانين يعني فرحة كتير كبيرة يعني لما تشوفي ضحكة يتيم تسوى الدنيا كلها يعني بالنسبة لي أنا تسوى الدنيا كلها كنز الدنيا كلها تو ضحكة هذا اليتيم بعيون اشوفك من تمر براسي بعيون اشوفك من تمر